طويل الليل جمارة يا ونهار طويل مخلي الدوار يا وشاق المسار على الغطار على اللي جميل أجليل هاول هاول مالك أنت هتحاول غتجيب سر تشديك ويا غتجيبوا لي مهد حسن وتيل عبد الرحيم العنشة عايشة سال حاك سير غير من الليل الليل كان أحلم غيبشي نهار جميل لازم دي صوار وشي الف دولار لا شفتيني غادي بوحدي مدير شوف خايبه عسراني طلعوا شبيش بلا ما نحسب لا لي سبينا بلاش بلادي عسل طريطوار والصناقي ولا الدربي خدو اس اش بين دروب وكاش براكي هذا المغرب اخي سين والمرض تشيك شريبة بدويش راح تقف بلا تتسكي بيك شحيبة من الناس امشي شبيان تتريك هتشيب ليبة نجيب ليبا كسيش في الليالي مرة عرفش باللي ساقة ديبا والخوا النفاق وتشاكبر خطينا شقينا الطريق والشوك لما تصفق علينا كنبغي الوليد الصولو حشمة بقى زمان صفاوة هذا زمان غفلش عينك ودنك طارش بشناوة خليك على بالاميك ودير اتونسيون حياش بحال شي كيف كل نهار دوزي ميسيون انبوسي بنعيش وانا كامرادي كنصبر قلبي جمي كيقن الو شوف لقيتي لي الدراري لقيت واحد مع راسه انا دابا رجعت دابا لقيت لي يلاه انا في الطوموبيل كنتسنى والله الدراري شي دخلت في ديك الدري مسكين اللي ما معيتش مالك اخويا الدري اش غنديروا لي ما معيتش وحنا باقينا جامعه فلوس نحاول حنا مثلا هاني هاد ثلاثه راه هي تام ام الكبير معايا دابا ثلاثه صح وين ماشي حولي انا نديرو اوكي خاصنا بالطو على انس انا عنده شفروا له الحاول تحياتي الشيف هاني الوقت بخير الحمد لله هاد الساعه امضر لقيتي لي الدراري لقيت لك واحد ثلاثه ديال الخوت ناضين تبارك الله على حسابك على حسابي راك عارف ما بغيناش الريسكو بالرجال ديالنا لا راقبتهم اليوم الدراري ناضين تبارك الله عرفتي اش غدير دابا؟ غتمشي دابا تقلب لي اليوم وتجيب الشاف راه عارف خوهم خوهم عبد الجليل عارفهم في كعمر ونوض دابا سير جيبهم يلاه هبط انس انس اش يا خويا اش هو انا أنس بغينا خويا الموطور لا بغيتي تعطيه لنا علاش عبد الله واحد حول الوليده موطور نسكت الله يرحمه مدي انا قريب قريب اخويا انا واخا الله يرحم لك خويا سافا انا المهم ما كانش لعيبه انا بدا سافا مدي عارف واش كاين دي
راجل تجيب لي شكاروس. ما تخليش ما تزقدش امو المره ما نحطيوش انا غنمشي ليها اللي من ديالي كون انا الشيخ انا نمشي تعال 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 انا كيبان ليا نايض عليا الزقانه ان شاء الله الشاب انا هبط بخاطري دابا غتهود بخاطرك ولا غنطلع لك هود حتى حد ما غيدوي معاك هود هود دوينا مع شكون انا بغيت خاطري وكذا طبقوا معايا القانون يلا هود يلا هود طبقوا معايا القانون يلا هود دابا طبقوا معايا القانون هود ما غيدوي معاك حتى واحد يلا هود حاولين انا حاولي كلم ماما كلم ماما ماما هاجي تكلمي فاطمه شكون ها واحد البركه ديالك السلام عليكم دعم فاطمه بخير هاك واحد البركه تسقلك واحد الناس شكون هاد الناس ولدي احنا عم سخرين ايوا وليدي الله يسهل عليكم آمين الله يسر امركم امين دخل الحال وليدي ماما شكرا عطاك عمرك قالك تدوي لمي فاطمه طبقوا معايا القانون طبقوا معايا القانون انا بغيت طبقوا معايا القانون ها ها دير هاد الليستانس جرك مونس غير مرحبا شي حوالي هاد الدوله مرحبا مالك اخويا شحال بالخال اجي واخا شي علاش اخويا الشاب انا ما كنقلت على داكشي ديالك تما بغاش تبعوني نتوما سير تكلم لي الشاب واخا شوف الدراري هما جبتو مالو الدراري شعرات ومالو شوف اجيو الدراري نتوما صحاب هادو خوتي هادو خويا الصغير وهادو خويا الكبير شرف شافكم دو قالو علاش جبتو مرحبا معايا غير ديو معايا الفلوس مرحبا حنا باغيين الفلوس المهم غتقدوا قالوا غيعطيكم واحد الخدمه غادي نجربكم بعد ان شاء الله يكون خير معايا مرحباش سير معايا آه.
زوجها مرضى. شنو نقول لك يا صاحبي؟ داك الدرا الصغير مسكين داك فرحناه. الله يسمح لنا وخدينا الذنوب ولك راه فرحنا. صافي خلطنا الذنوب مع الحسنات. نقول هنا بوكري في البيش هذا. واش غنديروا اخويا؟ راك عارف راه والدنا ما يرحمهم. ما خلاهم شي خلا شي خلاوين. عرفت اش غديروا الكلام؟ نعسوا حتى ان شاء الله. غنكحلوها مع ديك الرئيس. غنبلبلوها معاه غنشريو الدار غنشريو قصر. أنا أجلين وبطعت يا أخو باش ندخل لافارة بطعت هلا أخو أنا كنت سيدي واش أجلين أنا بخير يا أخوي خلاص مويا ما قد لي مانا فرق عشو أخوش صافي صافي امشي انا وخويا كريم انت الصغير اللي كان غير فرح صافي ما نجيش عارف المهم هاك سيرو سيرو في الطاي ماكس في كاين هذا السيس حي سير لاعب كبدا عشيري كيدير ثاني عاد تكون تقول يا ربي نلقاك يا ربي نلقاك مشيت من النمل الكبد هادي باغي نتهنى منك مرحبا اخويا عبد الجليل هاك اخويا الكبد شوف راه السلعه مليحه باغي نتهنى منك الحياه صافي اخويا عبد الجليل ربحت فيها 1000 درهم اخويا مزيان ربحنا ديك الدراهم انا مزيان هاك اخويا حسب رزقك تنطلع كبدا صافي اخويا سير اخويا الله يعاونك شي افار معايا الله يسهل عليك عيط لي في اي افار اخويا دوغالو شد الدراري تعطلوا انا نعوض عاد نديرو الشغل عيط لي اجي هو الدراري انتوما انا ما نقدرش نغامر بيكم غدا انا وخونا الصغار ترى خويا الكبير انا غادي نمشي علاش دار هاد الحطه فهمتيني ما غيشك فيا حتى شي واحد انا غادي نعجب انتوما تبعوني وسوق شوف يلاه مشيو عاد شوف دراري راهم جاوا انا جيعان بنتي دي انيق اليوم اش متخليش تشوف واش الشاف كيف افر الاول خوتك خوتي ما تخافش عليهم المهم خديتي الغراض ديال السلعه اللي فاتت معيط لكم على واحد لافير كبير مرحبا احنا موجود لافير ديال الالمان الماني عزيز علي غتوصلوا لي واحد السلعه غتمشي انت وانت انا المهمة ديالك واحد علاش ما مشيتش معنا حتى هو نقضيو مع المهمة يقدر لي مهمة واحدة أخرى ما تخافش ما تخافش المهم غنصيفط معاكم واحد من الرجال ديالهم هو اللي غيمشي معاكم هو اللي غيوريكم كيفاش يمشي هاد الآخر اليوم بالليل مشي ولا مشات شوف عطاني نمشي متافقين موجودين دوكالو سير جيب السلعة شوف على ما هاك السلعة السلعة راه غالية تساوي 400 مليون المهم الموطور اللي مشيتي بيه ديك المرة ما تمشيش بهاد المرة تخافش الشيء شنو المهمة ديالها يا الشاف؟ المهمة ديالك انت اش بقى معايا دوكالو دخل
يعني ما عندك هو ليش هرب يا شيخ؟ ما عنديش حاجه شريحه طيب ما عنديش شيخ البنت اللقب ديال واو كيقولوا لي والوش تو الكبده لا ماشي وانت طق منو العلاوي ماشي وانت هو انا الشيخ هو انت هو انت هو انا علاش كتقول لي واش انا والله خفت منك يلا تعال خفت مني تخاف من الله الله سوق سوق هذاك الموتور فين هبطت جيبيش قلعة الماء الو العلاوي قيسني الله غنعيط لك كي يدير العلاوي هاني الوقت اشوف كيف وصيتك الدراري غي يخرجوا دابا شوية نعول عليك يلا تبارك الله عليك نعرف اللي كيف دابا ندوز يلا حيد وشوف مبروك العواشر يا سيدي يلا سير تبارك الله عليك حيد حيد انا جاي حيد انا اش غندير دابا مع الشاف صافي خليه يمشي بحالها شو صاحبي تاش مشي بحالها شو راه مع خونها صاحبي خويا دري الصغير صاحبي خلينا معاه ما عرفتش وصلت باش افضل عاد عيط لخونا عيط له عيط له فين التليفون عليا التليفون اكتب معاكم سير شوف الغبار واش راك يصوني الو خويا الو الو الشيف على السلامة تا جاوبتينا الشيف مشات لينا السلعة الشيف مشات لينا السلعة وانا مالي اش غندير دابا راه شتونا البوليس خوك راه عندنا بغيتي خوك جيب لي سلعتي اخويا داكشي كيبقى سوقك انا كنعرف سلعتي غتحضر ولا اخوك غنعيد به حيد الله عون ارا جديد جعد دابا دابا راه تابعينكم البوليس جعد المحلابه بغا نوريك شي حاجه مهمه زيد دابا دابا حضوا راسكم مزيان دوغالو اش ركب هذا القدام سفيان كاتش فيها موالو اخو كيفاش داكشي كامل اللي قلت لي تبعونا البوليس دو لينا الساك خلنا الموطور مليوح عيط للشاب باش نخرج خويا اللي نسيت تجيب السلعه عاد باش يدي خوك ولا فهمت والو سفيان هبط جيب قلعة الماء الله يحفظك واخا العلاوي قيتيني الله غنعيط الاوديو عدي وانت دارك اصاحبي الاوديو غيفرالح الاوديو سمع سمعوا بعدا هو اللوح لك الاوديو هو اللي فيه الشاف راه موالف كي يدبر بنادم على الغراض هذا دليل هذا باش غندير اخويا سفيان واد العشية دابا انا نخرجو خونا هاد الاوديو غدير العلاوي الباركين غديريه صافي هو غيفار لك حنت هادي هو ديما كيدير معاه الشاف وانت مع عزيز عليا
رسالة البيضة فينا وغلقوا حنا غتلقى عدو راه باقي في المالا. انا راه الاوديو راه سمع شي راه تسمعوا مزيان نعاود نصيفطو لك ساعة وغتسمع كل شيء. لا هاني هو انا اخو يلا كريم سجل تيمشي لاخر وغنمشي حنا طلع فين طلع فين هذا راه ديري دوك جوج اللي هربوا صافي سير الشيء الصباح وانت عيطوا يلا صافي الله يعاونك. انا غادي نمشي ندي للدائره سمعتيني يا العميد الشيخ. انا معاك الشيخ يلا الله يحفظك. اصبر اصبر الشوف اشغل صبر اصبر كل شيء مسجل عندي دلائل. اش من دلائل؟ عرفت هاد الساكات مالو؟ عرفت اش عارف مالو؟ اسمع هذه واعره دي وحده اخرى الشيف شنو من المعمول الشيف شاد لينا خونا الصغار ما عندي حتى شي حل وكل شيء مسجل راهو معايا دابا وكل شيء مسجل ما عندي حتى شي حل. الحل الوحيد هو نخرج خويا الا ما جاش طينا نتسلعه وتيق فيا وغادي تزاد عندك كراد وغنسوق لكم الشاف. انا الغرض ديالي هو نخرج خويا واخا فقط هو التليفون كل شيء عندك الشاف حيدو دابا مسحو انت بايدك انا غنتيق هو مسحو انا غندير معاه حدا الرابع رجع عندي اخويا رجع عندي عندنا واحد التدخل دابا سربي ما تعطلش عليا انا باقي في البلايصه يلا فاش كنصدعني بالليل زارين دليلي